النصارى. مسألة وضع الدبلة في هذا الإصبع في اليد الشمال ما جاءنا إلا من النصارى. ليه؟ لأن النصارى بيعتقدوا إن هذا الإصبع فيه عرق لطيف جدا تحت الجلد، وهذا العرق يوصل إلى القلب مباشرة، واخبرك؟ فلذلك درجوا على أنهم يكتبوا اسم المرأة على دبلة الرجل واسم الرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير والخيرة، صباح الخير والسرور والمحبة، يا هلا مش هلا، كيف الحال؟ عساكم طيبين وشلونكم؟ ايش اخباركم يا جماعة؟ صباح الامطار، يا رب جيب الامطار، يا رب يا رب جيب الامطار، يا زين الامطار زينة. ارحبوا مرحبا، ترحيب السيل للجميع. الشيخ ابو اسحاق الحيوني يتكلم عن الدبلة انها من لا اله الا الله، يتكلم انها من التشبه بالنصارى وكذا. من البارح ما وقف، ما شاء الله، وين دياركم يلي من البارح ما وقف الامطار؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متى تحلق؟ حلق وش؟ الله يسر اختبارك يا حبيبنا. أجواء ربانية، حتى أجواء أوروبا ربانية. موجود أبشركم، يقول من وصل ما طول، بس إني كنت في فترة راحة ونقاهة من برامج التواصل، قلت أرتاح شوي بس. يا هلا والله مش هلا، حايل والمدينة أمطار. أجل لازم يبيلها زيارة، أجل ينبع الله يبيلها والله زيارة. أجل تربع على، في عندكم روضات يا أهل، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل ينبع عندكم روضات وعندكم فياض للمكشات فيها؟ ما شاء الله ما شاء الله. الكويت بعد، أبشر 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 باللي يرضيكم إن شاء الله. اللي تقول تفسر، الله يسعدكم يا رب، تشتاق لكم الحور والدور والقصور في أعالي الجنان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. نبي قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبشر يا أخي أبشر، يجينا إن شاء الله بإذن الأمطار، أمنوا بالله خير. إيش رأيك اللي يتمشون ينبسطون ما يسألوني معهم يروحون عني بالدس مثل؟ إيش رأيك؟ الله المستعان. هم يصرفون يعني، يقولون لك إذا قالوا، إذا قلت وين بتروحون يقولون ما ندري إلى الحين، معناته ما يبونك. شفت بالناس تبيك في هذا الزمان، خليك كريم بس وبشير بالخير. شباب ما بالقطة عليكم، عندي كل شيء، أزهلوا فطوركم علي، لحمة الحاشي علي، ها وأبشر الله باللي ما يخلونك في كل كشتة. لا بصراحة يا جماعة، قضية ناس يطلعون يخلونك ولا يكشتون معك ولا يأخذونك ولا شيء، ترى بعض الشباب صار يتحرج منها يعني يضيق صدره إذا شاف فلان وفلان يطلعون دايم ولا يأخذونه معهم ولا يقولون مشينا ولا مشى معنا ولا كذا. أولا أنت شوف عيوب نفسك، إيش عندك من الأخطاء، إيش عندك من الحاجات اللي ما سويتها فيهم وانت ما تدري. بعضهم لا منه طلع في مكشات ولا طلع في روحه وجية، من بداية الكشتة إلى نهاية الكشتة هو جالس على مركب، جالس سووا كذا حطوا كذا، القهوة ناقص نهيلها، والله أنا يا أخي طبخك أنت الله يديم النعمة، تصير الطلعة كلها انقادة وحاط رجل على رجل، الطلعة كلها انقادة وحاط رجل على رجل. هذه من الحاجات ترى اللي ثقيلة على النفس، ولا ليه منهم آخر من يجي هو في الكشتات، ليه؟ عشان ما يصف أغراض وينصب خيمة وينزل عزبة وماني عارف إيش، تلقى آخر من يجي هو وأول من يمشي هو عشان ما يشيل معهم. ثم يقول ليش ما ينادوني دايم في الكشتات؟ أنا ما أتكلم عنك، ما ينادوني دايم في الكشتات. القطة يا شباب كم؟ خلاص أبجيكم هناك إن شاء الله.
وين يا حبيبنا؟ هذا شيء خطأ. تقول بعدين أبي الناس يطلعون معي، أنا بفتح صراحة الجو بيجنين، بس المشكلة فوقي بظلة. ما تنفتح إلا بالضبط. المهم خلنا نجينا الأجواء الطيبة اللي فوق. فهذه من الحاجات اللي ثقيل على النفس، وكما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة. فأحيانا سبحان الله العظيم فلان تلقاه روحه يعني متقاربة لفلان، يألفه يروح معه ويجي معه ولا يرتاح إلا معه. أنا أقول خاصة في الطلعات البرية، في الكشتات، في الروحات، في الجيات، في السفريات، مو هو بكل ترتاح معه، لأنه سبحان الله في مثل الحاجات هذه ترى مواقف. يعني أحيانا يصير يحصل موقف من فلان من الناس، وهذا خطأ. أنا أقول حصل موقف من فلان من الناس، خلاص الثاني يصير عليه في صدره شيء، ما عاد يروح معه ولا عاد يجي معه ولا عاد يكشت معه، ويصيرون مسوين لهم جروب واتساب وما ضافوه، ثم يغلطون قدامه ويقولون نزلنا في الجروب كذا، يطيح وجيههم قدامه. هل في عالم دين اخترع شيء يفيدنا في هذه الدنيا الفانية؟ الله أكبر. طيب جميل سؤالك. إذا كنت ما تدرين أنت، فهذا مو معناته أنه ما اخترعوا، معناته أنك أنت قليلة الاطلاع في هالشيء، هذا معناته. في دوام، والدوام للدائم سبحانه. شوف الدايركت، والله الدايركت كثير رسائل. يتكلم يقول في خوياي يطلعون يخلوني، يقول شو الموضوع؟ يقول خوياي يطلعون يخلوني ولا يقولون لي في الكشتات مش معنا وروح معنا وتعال معنا. بس وش معنات؟ طيب انت وش تقولين الارواح جنود مجندة؟ طيب وش معنات فانز شامي؟ وش معنات فانز شامي او كذا اسمك؟ يا ذيب، اذا تبغى الناس تتذكرك تسلف منهم واسحب عليهم. ها أسأل الله أن ييسر لك روحة للحرم، والله يرزقك أنت ذرية صالحة. فانز واحدة مشهورة، سبحان الله العظيم. طيب أنا بسأل سؤال، بالنسبة للأرواح جنود مجندة، يعني الأرواح إذا كانت تلتقي إما بخير أو بشر، أو أنها سبحان الله العظيم يعني تجد في فلان صفة هذه مثلا أنها دائما وسيع صدر وكذا، وتلقى واحد ثاني نفس الشيء، تلقى أرواحهم تتجاند يعني تجتمع سوا، هذا معنات يعني الأرواح جنود مجندة. بس أنا أقول سبحان الله العظيم، الآن بعض الإعجاب في المشاهير والمشهورات واللاعبين واللاعبات، هل وصل إلى درجة الحب والتشبه عندنا؟ صراحة قولوا الصدق يا جماعة، يعني الطيور أشكالها تقع قريب، يعني ليش تطنش يا شيخ؟ ما طنش، هل ترق مستشفى؟ نعم سحب. طيب ليش زعلانة؟
لا يخشون شلون تشبه. اي والله قوة بعد. ها يلا بنات مدرستي يقلدون كوريات. في رقية الآن ما أدري والله. إذا قرأ عليك شيخ يغمى عليك لازم. ما أدري أنا وش فيك عشان يغمى عليك، ما أقدر أقول شيء. وش سؤالك رد عليك؟ جدة مطر ما شاء الله. قل لي من تتابع أقول لك من أنت. صح فيها وجب للصحة شوية. دير أنس. طيب اللي تقول ما نمت، نوم الله يجعله نوم العافية. أنا أشوفه واقع بصراحة وتأثر كبير. مسألة فلان من الناس يحب له مثلا لاعب معين أو يحب لها مشهور أو تحب لها مشهورة أو مشهور، سوت لها فانز سوى لها فانز. يا جماعة قضية الإعجاب بالشيء أو إعطاء الشيء قدره وحقه شيء، والمحبة والتقليد والتعلق شيء ثاني. مثلا فيه في الكفار واليهود والنصارى الحمد لله، في اليهود وفي النصارى فيهم منهم عنده مهارات مثلا في شيء معين أو قوة في شيء معين، هذا يقال لهم ويشهد لهم أن فلان عنده كذا، فلان قوي، فلان عنده كذا، يهديكم الله ويصلح بالكم جميع، فلان عنده كذا، يعني يعترف بهذا الشيء من باب أن الحق يقال. لكنك تعجب فيه وتتعلق فيه وتصيد تقلده، هنا المشكلة. من تشبه بقومه فهو منهم. تعلق فيه يصير يتابع كل شيء له ويضيفه ومن يعرف ايش، وهذه محبة وتعلق، يديكم الله سبحانه بالكم. فالمسألة ترى في فرق عند الناس صار الآن شيء عجيب صراحة. انت اللي مفروض يسول لك فانز. لا والله ما بي فانزات انا، ديكم الله يصلح بالكم. قلد النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يلا شوف شلون انا معجبة في لاعب معجبة بعد ما هم معجبة الله نستعان. يعني شلون وصلت فيه انك تتكلمين بهالجراءة بملء فيك انك تتكلمين الشيء وتقولينه، يعني وتقولينه وانت عادي عندك انك تكتبين مثل هالشيء. خطأ كبير الله المستعان. خطأ كبير. أنا ما أرد عيش وأقول لس هذا الكلام لأن كتبت هنا أنت. يعني بعض الناس صار عنده شيء عادي، لا مو عادي، هذه ترى أبدا مو عادي. معجبة من تعلق بشيء وكل إليه، من تشبه بقوم فهو منهم، يحشر المرء مع من أحب. جماعة الواحد يقول فلان مثلا، طبعا أنا ما بغض النظر عن مرأة تتابع لها لاعب كورة وتتعلق في لاعب كورة ومعجبة في لاعب كورة، في شكله في لعبة في تشوفه وهو يلعب عورات تظهر، يعني تتكلم على كم محظور. ما في شيء في الدين اسمه عادي، في الدين حلال حرام. يعني كثير حتى أنا لاحظ في بعض الناس إذا جاء يسأل يقول يا شيخ عادي أسوي كذا، عادي أروح كذا. ما في شيء اسمه عادي، حلال أو حرام، هذا هو، هذا الصح، حلال أو حرام. أنا قبل شوي أتكلم أسمع الشيخ إسحاق الحويني عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، كانوا يتبعون اتباع عظيم، يحبونه حب عظيم، شيء شيء شيء.
يعني كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قال واحد منهم فداك أبي وأمي يا رسول الله ترى يقصد الكلمة دي يعنيها بقدرها. إذا قال فداك أبي وأمي يا رسول الله فعلا يعني يعنيها. مو مثل الحين بعض الناس جعلي فداك جعلي فداك الله لا صدق لين من نجاع التفدي الله ما يفدي. فقول يا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة؟ قال ماذا عددت لها؟ ايش سويت انت للساعة؟ ايش سويت لها؟ قال ما عددت لها كثير عمل إلا إني أحب الله ورسوله أحب الله ورسوله. قال له عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت ويحشر المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك وما فرحنا بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. جماعة قل إن كنتم تحبون الله تحب الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظ كلمة الاتباع أو عفوا كلمة المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جت المحبة كلمة الحب مرتين الوسط بينهم الاتباع يعني أنت تحب ما تحب إلا بالاتباع أنت تحب ما تحب إلا بالاتباع ما في شيء ثاني. طيب يا شيخ واللي معجبات فيك ليش ما نصحته؟ بتكلم بشكل عام أنا ما قال لي أحد هنا أنه معجب فيني ولا كان ردت عليه. أنت اللي قلتيه بملء فيك بشكل يعني ما أدري شو تسميه ما هو زين والله عيب. أنا معجبة في اللاعب الفلاني. أنا أقول كل أحد قضية مرأة تعجب برجل هذا ترى شيء أو شيء خارج عن الحياة خارج عن الحياة عيب والله. دليل على ذلك لو ان هذه المرأة ما تقدر تقول هذا قدام ابوها ما تقدر تقول قدام ابوها او زوجها انا معجبة بفلان ما تقدر جيها لك ما طيح سنها. اخوي له 6 سنوات بغيبوبة هل تفيده الرقية؟ نعم اقرأ عليه ايات اللي ذكر فيها الاحياء ترقي زي ولا بشروا. الاجواء طيبة الأجواء طيبة جدا 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 سلام الله حيا سلام الله. الله يرحم الحال عجب بعض الرجال ما عاد يغارهم ما هو برجال ذولي هذولي أشباه رجال الله مستعان عاد التبرج أقول والله إذا أعجبتني شيلات أحد اليوم عالقين دراسة هناك هي والمدينة ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان والشيء وأن يغيث بلادنا بالأمطار والإيمان يعني ذكور صح. متى تلقى صلاة الشيء؟ لا ما بشيركم أعدكم إن شاء الله بإذن الله أنه بيكون يوم الأيام قبل ما أفتح المجال لتفسيره أعلن لكم هنا في صورة من إنستغرام بإذن الله بشيرون. ما شاء الله ما شاء الله يا رب ارزقنا يا رب ارزقنا الأمطار يا رب ارزقنا الأمطار يا رب ارزقنا الأمطار. أفا تصرفنا وشو فيه شيخ السحر يعرف أمس ماشا إيش ما فهمت تقويت اعزمني ما شاء الله سكاك الجوف مطار بعد يا رب اشرح لنا صدورنا جميعا.
جماعة والله اني ارد بقدر المستطاع، لكن بعض الناس ما ادري وش وضعه، يدور مشاكل يدور. انا ما ارد على اي احد، يعني ناس يدورون مشاكل، ناس يسألون اسئلة فيها عيب، والله عيب. بعض الاسئلة والله عيب يا جماعة، ما اقدر ارد عليها، صعب ان ينزل مستوى بعض الناس. الشيلات اسمع فتوى الشيخ صالح الفوزان فيها، وهو القول الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. أبشر إن شاء الله يا يا ما أدري اسمك، بفتح لكم وقت إن شاء الله تعبير روعة. أسأل الله أن يرزقنا. الله الله، خليك راس الذيل ولا ترد على الذيل. والله يا عليك مثال، سي الله مشى، والله مثالك قوي. كيف الواحد يصير في بركة لنفسه ولغيره؟ اولا يدعي الله عز وجل ربي اجعلني مباركا اينما كنت. دائما ادعي الله عز وجل ان يجعلك مبارك اينما كنت، ودائما خلك في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لان اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل فيها تصير مبارك. فالمؤمن كالنخلة كما قال عليه الصلاة والسلام، المؤمن كالنخلة، شبهها بالنخلة لبركة النخلة. طيب أبشر اللي عندك دوم في العيادة. المشكلة أنا قليل أساسا تعبير الرؤى، والله العظيم مقل منا كثيرا. قراءة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سورة البقرة أنها بركة، ولا تستطيعها البطلة، ولا تقرب الشيطان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لذلك اقرأها، والقرآن كله بنية الشفاء، ما في مشكلة أنك تقرأها يعني لنيل البركة. لكن بعض الناس يقرأها لنية الزواج، لنية الرزق، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شلون أعرف إذا الله راضي عني؟ رضا الله عز وجل إذا وفقت الأعمال الصالحة يدل على محبة الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله عز وجل كان سمعك الذي تسمع به، وصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ويدك التي تمشي عليه، يعني ما تساق إلا لخير. ويصرف عنك السوء كذلك لنصرف عنه السوء. ليش بعض التفسيرات يتأخر تحققها؟ هذا قضاء الله عز وجل وقدره. ممكن أتعلم تفسير أحلام؟ ممكن يا ماجد. ما تفسير رؤية الحية تقتلها؟ جماعة ما في حين تفسير، صعب والله، ما راح نخلص لو فتحنا مجال لتعبير الرؤى، والله ما راح نخلص. الله ييسر لك مسابقتك الوظيفية. اللي ما يصلي النوافل لا يثاب ولا يعاقب. فضيلة الشيخ، الحلم، الحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان. طيب الحلم وشو؟ الحلم عادة ايش الفرق بين الرؤية والحلم؟ الرؤية لتكون واضحة مفهومة مترابطة بعضها البعض، لا تأمر بشر، يعني لا تأمر بشر يعني بمعصية الله عز وجل. كذلك ما يكون فيها يترتب عليها لذة بدنية، يعني ما يقوم الإنسان وهو محتلم، زين، ما فيها مخالفة للعقل، ما فيها مخالفة للعقل. مثل الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أني رأيت أن رأسي تضرب أو تقطع وتتدحرج وألحق بها. قال: لا يحدثني أحدكم بتلاعب الشيطان. هذه مخالفة للعقل، شلون رأسك يتدحرج وتلحقه؟ أكيد بتكون ميت. هذه بالنسبة للرؤية. الأحلام تكون يعني عكس هذا الشيء، تكون تنساها إذا قمت، أو غير متداخلة مترابطة غير مفهومة، ما تدري أنت وشو، ثم انقمت ونمت ورجعت كملت الفيلم. كذلك يترتب عليها لذة بدن، يعني يرى إنسان شيء ثم يحتلم فيه، أو تكون يعني فيها مخالفة للعقل. هذا بالنسبة للرؤى، بالنسبة للحلم. حديث النفس اللي يكون فيها الإنسان مثلا يفكر أنه يبي بيت، فيرى أنه شرى بيت واستقر وارتاح وكذا كذا.
كيف أترك التدخين يا شيخ؟ والله إن كنت صادق أن يعينك الله عز وجل، أصدق الله يصدق وأبشر بالخير، إن صدقت الله أعانك الله على ما أنت عليه بإذن الله. إذا راح زوجي للدوام يجيني خوف ويجيني تخيلات. أول شيء تعوذي من الشيطان الرجيم، وحافظي على أذكار الصباح والمساء، وتوكلي على الله عز وجل، واعلمي كل العلم أن أذكار الصباح والمساء حفظ 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 لك بإذن الله، وحصن ودرع متين بإذن الله عز وجل، وأن زوجك لا يرد شيء من القضاء ولا القدر. فأقول توكلي على الله وأبشري بالخير ولا يجعل يوسوس بك الشيطان. ليش النساء يحلمون أكثر من الرجال؟ أنت بالصدق بسبب كثرة النوم، بسبب كثرة النوم وتعلق النساء في بعض أمور اللي هم يبونها وكذا، عرفت؟ عليكم السلام الله وبركاته. سألني شو جاوبته بصدق، صح ولا لا يا جماعة؟ بس كثرة النوم والظلم عاد والله ما هو دائم ظلم، بدون ما تتحرك السيارة. أنت شديد الملاحظة ما شاء الله عليك. لا لأني بطيب بنزل، زوجي يشرب الخمر وأنا أصلي، انصحيه وعظيه وذكريه بالله عز وجل، ولا تجلسين معه إذا كان يشرب، ولا تخالطين وقت الشراب. تنامين 3 أيام ما شاء الله تبارك الله. صوتك الريحة وش أشجع في نهاية آسيا؟ نهاية إيش؟ نهاية آسيا توني ما حطيت شيء. شلون تقول ريحة؟ هذه ريحة الجمرة الصوم. لا البراد هو نفسه بس في فتحة من أول. الهلال أورو الياباني، والله أبشرك إني ما أدري عنه. ما أدري ليش، والله إني أقرأ التعليقات بقدر المستطاع. شوف السؤال، ليه ما بخرتك المدام قبل ما تطلع؟ والله الملاقيف قسم بالله العظيم، أنا أحب أتبخر في السيارة عشان تتبخر السيارة معي وبخركم معي. أنت تفسر من الرياض صحيح؟ هل مسحور تتأثر أو فقط يشعر بألم خفيف؟ ما فهمت سؤالك. غرب الرياض بعد الحين مشكلة، حاليا ماني في غرب الرياض، الحين في وسط الرياض. والله أنا ما أستخدم بخور، أستخدم عود يا جماعة. يعني إذا قصدك إني أستخدم معمول أو لا، أستخدم معمول، أستخدم بخور مو بعمول. والله يا في بعض الناس ملاقي، في بعض الناس في كمية لقافة لو توزع على الأرض لكفتهم. يقول ليش ما تبخر كل مدام؟ ما بيتبخر أنا أول تاني طالع من قايم من النوم، يصير الواحد ريقة جاف وكذا. صعبة يا جماعة، خلوني على راحتي،
سبحان الله العظيم. يا بعض الناس فيه لقافة لقافة تسوى الدنيا وما فيها. قالوا انت بخر ليش؟ والله ودي اطيبكم بس انكم بعيدين عني. والله شوف ريحة العود هذه عشق بالنسبة لي بصراحة. عود وطيب تثبت الريحة ما شاء الله. ملاقيف ها؟ بعض الناس يشوف لقافة غيره ولا يشوف لقافته. طيب ابشروا ابشروا. والله ما ادري جايني واحد جايني من واحد شمل اذا الطيب يوم رحت الحائل ذيك الايام اهدانيات جزاه الله خير وما زلت اتعطر منه وادعو له بظهر الغيب. علاج الحسد القران جاء حمودي ويهوي. الله يقطع شياطينك يا المجنون. ليش الصداع اذا سمينا العطور؟ لانك متعود على الصنقه الله يجزاك خير. صاب الله العظيم. أمزح ما أدري إيش تراني عنك ليه الصداع ليه تراني تستاهل الطيب عليك زود. قراءة قرآن أم رقية وشو لعمي يصيب الحد الجنوبي أسأل الله أن يشفي ويعافي وأن يجمع له بين الأجر والعافية. الجمرة معنا ما عليها إن شاء الله. بيسلم علي باختنق بالعكس. الحين يجتمعون علي شوفوا شوفوا عليه سلام وكذا ها. الله على الأجواء. لا ما عليه أبشركم شوفوا الأجواء شلون. أجواء صراحة جميلة جدا جدا جدا. يلا جمع الجنة. اللي عند صدع من العطور عند التهاب في الجيوب الأنفية ممكن. والله نسيت أخذ سلك الشاحن خاف يطفى جوالي عقب ذا البث. صار عندي وقت إن شاء الله صار عندي وقت بإذن الله رجعت لكم علي وكم باخذ الشاحن نسيته. علاج الحسد قراءة القرآن أم رقية؟ طيب الرقية وش هي؟ ما هو قرآن؟ أنت وش بتقرأ في الرقية؟ أقرأ قرآن. متى أرقي؟ في البث قصدك؟ والله على حسب على حسب الوضع وكذا. لكن إذا تقصد الرقية أنا طبعاً في الرياض أقرأ في الرياض. ما عندي مكان للرقية لكني أقرأ في البيوت. واللي بيتواصل الرقم موجود في البايو في الملف الشخصي. زيت الحشيش اختلف في العلماء ولا والواحد يبتعد عن الخلافات افضل. وربي ان الاجواء جميله. مع علاج العين بكلام وشو سولف وعيونك على التعليقات. طيب شلون اشوف الطريق؟ الله يحفظ لك زوجك يرجع لك من الحد الجنوبي وهو سالم منتصرين باذن الله جميعا. الله يهدينا جميعا.
اي نعم اقرأ القرآن بنية الشفاء. لو في مني اثنين كان صرنا ثلاثة. عندكم الشمال مطر ما شاء الله، الله يرزقنا ما رزقكم، الله يرزقنا ما رزقكم يا رب. جاك تبلد إحساس، شلون تبلد إحساس؟ يا جماعة بعض الناس صار عنده، يسألني بعض الناس يقول هل الأمراض الروحية مثل الحسد والمس والسحر تسبب أمراض نفسية؟ نعم تسبب، لكن بعض الناس أساسا من ضغوط الحياة عنده نفسيته تعبانة، نفسيته تعبانة فصار يوسوس. الوسواس لعب فيه، الوسواس من الشيطان، وهو أعطى الشيطان أكبر من حجمه، وصار يعني يرد عليه ويأخذ ويعطي معه ويطيعه في بعض الأمور، وسلم نفسه له. أنت بتمرض، أنت بتموت، أنت ما نعرف إيش، حتى قطع عن الدنيا وعن ما لذات الدنيا وانشغل. اللي يشوف المرايا كثير وينام عندها فيها ضرر، إيه نعم، يعني من أسباب تلبس المس كثرة الجلوس أمام المرايا أو إنك توقف قدام المرايا. الله لا يشكر ويسعد. السلام عليكم. صباح الخير. جل بالعافية. ما شاء الله، وش الريح هذه اليوم؟ ها؟ السلام عليكم. صباح الخير جميع. كيف حالكم؟ بيض الله خير، بيض الله وجهك. وجهك أبيض، على وش؟ على الأمانة. إيه جيتك الأمانة، زين. كيف الحال أبو حسن؟ طيبين. الأمانة اللي نساف المخيم ذاك اليوم. ها؟ اللي نساف المخيم. أبجيكم بجيكم. يلا يا جماعة، عاد أنا وصلت لموقعي. ألتقي بكم إن شاء الله بإذن الله في وقت آخر إن شاء الله. السلام عليكم. ليش المراية يسبب مس؟ لأن صار الإنسان ما يقرأ أذكار الصباح المساء ولا يحافظ على أذكاره، يوقف قدام المراية. هذا من أسباب تلبس المس. وأنا دائما أوصي الحالات اللي عندهم مس، لا توقف كثير قدام المراية، لا توقف كثير قدام المراية، لأن المس يصير يناظر فيه، يناظر فيه. يا جماعة اللي ما له خبرة في ذا الأمور ولا مس ولا يعرف أحد عنده مس، ما يقدر يقول مثل هالشيء، يمكن ما يصدقه حتى، لكن أسأل الله يوفقنا وإياكم.